بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهلا بيكم. قناتنا مصادر الحياة النهاردة بنقدم موضوع جديد مفيد، تماشيا مع شعارنا هيا بنا نحيا الحياة. ده شعار قناة مصادر الحياة. أذكرك تاني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك الجديد. إذا عجبك الفيديو لا تبخل علينا بلايك وكتابة تعليق. نبدأ موضوع النهاردة، وزي ما قلت لك موضوع النهاردة جميل، خاص بالبنات أو النساء عامة. الواضح من العنوان 7 تصرفات خاطئة تفقدك جمالك وإن كان شكلك جميل. في البداية بنتفق على هذه الحكمة اللي بتقول الجمال ليس جمال الشكل والهندام، يعني المنظر بتاعك، ولكن الجمال جمال العقل وحسن البيان أو حسن الكلام. تاني، الجمال ليس جمال الشكل بكل تأكيد وخاصة مع النساء، ولا جمال الهندام، التنسيق بتاع الملابس بتاعك عامة، ولكن الجمال جمال العقل وحسن الكلام. كثير من النساء أو البنات الشكل جميل، أول ما تتكلم بتفقد نص الجمال. أكيد مر عليكم أو تعرفهم ده. النهاردة في 7 أشياء بنتكلم عنها خافية عن كثير منكم، بتقع فيها البنات عن جهل وعدم علم، ومن هذه الأشياء ما تظن أنها تفعلها لتزيد جمالها أو تجذب الأنظار إليها، وبالعكس تأتي بنتائج عكسية. 7 أشياء دي اللي بتقدم عليها البنت. أولا، طريقة الكلام. بتجد البنات نوعين، نوع إما يتكلف الكلام، يعني يغير نبرة صوته يخليها رقيقة على عكس عادته وطبيعته، كويس، يخلي الكلام ناعم علشان يلفت الانتباه، يخلي الناس تظن يعني انها من بيسموها بالمصريين من الزوات، او يعني من اهل البندر او المدن، وممكن هي تكون جاية من اعماق الريف. النوع الثاني عايزة يعني بيسموه النوع المتسلط او حب القيادة او الذات، عايزة تفرض نفسها، فبتحاول انها تخشن صوتها، تخلي صوتها حاد، ترفع صوتها. والاتنين في الحقيقة بيفقدوا جمالهم بهذا الوضع. ليه؟ لان الطبيعة ما احلى الطبيعة، فالانسان الذي يتحدث عن طبيعته بتجد ان الكلام خارج بطبيعة من القلب، فبيصل لمن امامك مباشرة دون واسطة، فبيبدأ فيه راحة نفسية، إلى جانب إنه بيعطي للإنسان وضعه الطبيعي، والإنسان يعني لا يظهر وضع جماله إلا في وضعه الطبيعي، إلا في وضعه الطبيعي. فارتفاع الصوت أو انخفاض الصوت وتنعيمه بلا داعي بيفقد جزء من جمالك، فكوني وسطا بين الاثنين. تاني حاجة، الإكثار من المكياج. حقيقي العجب أو الأعجب أن تجد هي بطبيعتها جميلة، فتظن أن المكياج بيزيد جمالها. المكياج لا يزيد الجميلة إلا قبح، المكياج ما بيزيدش الجميلة إلا قبح، ولا يزيد قليلة الجمال
وليس هناك واحدة جميلة وواحدة قبيحة، لأن الحق سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا قبيحا. فالمكياج لا يزيد الجميلة إلا قبحا. اللي بتضع المكياج بتفقد نص 60% من جمال، خاصة المكياج الزائد عن الحد. فإذا تجملت الجميلة بالمكياج أصبحت قبيحة. طب وإذا تجملت ذات الجمال المتوسط أو القليل بالمكياج أصبحت أرجوز وأضحوكة بين الناس حقيقي. وإنت عندك أشياء طبيعية جميلة جدا ممكن تستخدميها، بتزيد من رونق الوش وصفاء البشرة. يعني ده مش موضوعنا، ولكن يعني لو انت مثلا حاسه ببقع سوداء، نمش، كلف في وجهك، ده مجرد بس نص ليمونه تدعكيه بوش وجهك، وثم نقطه عسل نحل، معلقه عسل نحل تدهني بها وشك واغسلي بالميه الطبيعيه بدون اي شيء، هتلاقي فرق كبير. وده مثال وليس المجال مجال في هذا الفيديو. تالت حاجة طريقة المشي. طريقة المشي إن لم تكن مهمة فهي مهمة جدا للبنت بالذات. طريقة المشي، طريقة المشي المتأني الثابت المعتدل السرعة بيزيد من جمالك. البطء الزايد عن حده والترنح في المشي كده بيفقد جزء من جمالك اكيد، والمشي السريع على غير الداعي ايضا بيفقد جزء من جمالك. فالمشي مكون اساسي جدا لاظهار جمالك، فلاحظي ولا تهملي هذه الناحية. رابعا غطاء الرأس. كثير جدا بتجد ان البنات بينقوا طرحة مثلا على الرأس فيها ألوان كتيرة متعددة، حتى فيها قطع من القماش الآم متخيطة جوه أو بره بأشياء غريبة تشمئز منها النفوس، يعني بمعنى أصح. فغطاء الرأس ألوان عديدة، وبقى اللي فيه خرز وترتر وكسورات، ده بيخفي معالم وجه. انت بتظني ان هذا بيظهر معالم وجهك؟ لا، بالعكس، بيخفي معالم وجهك. ولا ينظر من ينظر اليك للوجه، ولكن ينظر الى هذه التركيبة اللي عاملة زي السلطة كده فوق راسك، فتنبهي لذلك. فتجنبي هذه الاشياء. خامسا الإكثار من الضحك والصوت المرتفع. والضحك للمرأة لا يوجد هناك ضحك للمرأة، فالمرأة الواعية تبتسم فقط. فالابتسامة تزيد الجمال والضحك يقلل من الجمال، إلا إذا كنت يعني في مكان لا يطلع عليك أحد. فلاحظي ان الضحك والصوت المرتفع، والضحك بصوت مرتفع يفقد البنت الوقار ويفقد البنت الهيبة وتسقط من اعين الناس، وده كله بيفقد جزء من جمالك. سادسا كثرة الكلام. نعم، كثرة الكلام، او قبل ما ندخل في قصة الكلام بنرجع تاني لقصة الضحك، وبنتذكر او اتذكر ان هناك يعني بعض البنات يضحكوا على اتفه الاسباب واتفه الاشياء. اتذكر اربعة او خمسة مسافرين في العربية بيحكم انها راحت تغسل الغسيل، وبعدين لمت الغسيل، وبعدين حطته، وبعدين جات ماما لقت الغسيل فيها بلوزة واقعة، الكلام ده. فبتضحك بطريقة انا رحت لميت الغسيل وبعدين جبته طب ده بيضحك فيه؟ ما هو السبب الذي يضحكك على هذه الامور؟ طبعا كل اللي في السيارة ده هبلة
ده مش كاني، ده ماني. هذه الأشياء أنت اللي وضعت نفسك فيه، أنت بتتمظهري بهذه الأمور، بتتكلفي الضحك. لا، الأمور دي يجب ألا تخرج من البنت إطلاقا. نرجع للنقطة السادسة، وهي كثرة الكلام. وكثرة الكلام أيضا للرجل وللمرأة بتفقده الهيبة والوقار. فالحكماء قليل الكلام، وأنت كامرأة تحافظي على وقارك وجمالك، فحافظي على كلماتك. فالمرأة بتفقد جزء من كمالها إذا كانت صرصارة كثيرة الكلام. النقطة الأخيرة والسابعة، فهي قصة. نعم، هي قصة. أنا قرأت هذه القصة من ضمن ما قرأت الكثير، كانت لأبي حنيفة النعمان الإمام معروف، يعني ذهب لشيخه وقال له إن أنا عايز أتزوج، فكيف أختار ومن هي التي أختار؟ لأن الكل في ذلك الوقت، يعني في عصر الإمام أبو حنيفة، يلبس الخمار أو النقاب أو أيا كان، وتتشابه الأمور، إزاي أختار؟ فقال له شيء غريب وشيء يعني لا أنساه. قال له انظر إليها، يعني لما تشوف واحدة عايزة انظر إليها، مش انظر إليها نظرة النظرة المحرمة، لا، يعني تحسس من بعيد كيف تتصرف، انظر كده راقب يعني بمعنى أصح. فالمرأة الملتزمة هي من تمشي على جانب الطريق. شوف الكلام الحلو، من تمشي على جانب الطريق، لا تمشي مسرعة ولا بطيئة، وسط بين الاثنين، لا ترفع رأسها للسماء ولا تخفضه للأرض. يا سلام، ايه ده؟ يعني ماشية وقورة تماما. هذه هي المرأة الصالحة. هذه الحكمة حقيقي يعني في محلها. وأتمنى في نهاية الفيديو إن يكون عجبكم، وإن عجبكم الفيديو والمعلومات لا تبخل علينا أو تبخل علينا بلايك وكتابة التعليقات. قد نختلف قد نتفق، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية كما يقولون. وهذا اجتهادي، وأتمنى لكم أن تحيوا حياة سعيدة موفقة بجمال الأخلاق وجمال العقل والتصرف. فنرجع تاني للحكمة الأولانية، فالجمال ليس جمال الشكل والهندام، ولكن الجمال جمال العقل وحسن الكلام. وإلى أن ألقاكم فيديو آخر، أتمنى لكم التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.